ترأس وكيل مطرانيه الاقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر يوانس اديب قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسه القديس يوسف بمدينه الغردقه. شهدت كنيسه القديس يوسف حضور عدد كبير من السائحين الاجانب من مختلف الجنسيات من المقيمين وزائري مدينه الغردقه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. العالم اللي بيعيش في سلام، بيعيش في استقرار، بيعيش في امن، بيعيش في رخاء، في امان، في تقدم. والسلام ده مهم جدا يكون أساسه الحب، وعلشان كده الحب أو المحبة الجسر الذهبي للسلام. فالعالم النهاردة جائع ويحتاج إلى الحب، والحب إن الإنسان بيحب المجتمع اللي بيعيش فيه، بيحب كل إنسان موجود.